سؤال: تحرك إلكترون من السكون في مجال كهربائي منتظم مقداره 2×10^4 نيوتن لكل كولوم بالاتجاه الأفقي. احسب سرعة الإلكترون بعد قطعه مسافة أفقية مقدارها 2 سنتي. ملاحظة أهمل الجاذبية الأرضية. الآن المعطيات أن هذا الإلكترون قد تحرك من السكون في مجال كهربائي منتظم، قيمة المجال تساوي 2×10^4 نيوتن لكل كولوم، وأيضا قطع مسافة أفقية مقدارها 2 سنتي. إذن فالمسافة هي 2 سنتي، وهي 2% متر. الآن نريد حساب سرعة هذا الإلكترون بإهمال الجاذبية الأرضية. أولا نريد أن نستخدم قانون الحركة كي نوجد السرعة 2. عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2×التسارع/المسافة. الآن لإيجاد السرعة 2، أولا لدينا ما يلي: عين 1 هي 0 لأنها ابتدأت من السكون، الإلكترون تحرك من السكون، إذن عين 1 تساوي 0. المسافة موجودة معنا واللي هي 2% متر، ولكن التسارع غير موجود. لإيجاد التسارع الآن نستفيد من قيمة المجال المعطى لدينا هنا. قانون المجال أولا يساوي القوة على الشحنة، ومنها أن القوة تساوي المجال ضرب الشحنة. القوة هي عبارة عن الكتلة ضرب التسارع، وتساوي المجال ضرب الشحنة، وأيضا التسارع هو عبارة عن مقدار متجهي. الآن التسارع يساوي المجال ضرب الشحنة على كاف. الشحنة نقصد فيها هي شحنة الإلكترون بكل الحالات، لأننا نتحدث عن إلكترون، وأيضا الكتلة هي كتلة إلكترون. إذن المجال هو عبارة عن 2×10^4 ضرب شحنة الإلكترون 1.6×10^-19. وملاحظة مهمة أن كتلة الإلكترون هي ثابتة وتساوي 9.11×10^-31. بحساب الأرقام بشكل خاص وحساب الأسس بشكل خاص أيضا، نجد أن 2×1.6 تقسيم 9.11 تساوي 35% ضرب 10^4 ضرب 10^-19 تقسيم 10^-31 هي عبارة عن 10^16. إذن بالنهاية نجد أنه 3.5×10^15 هي قيمة التسارع ووحدته متر لكل ثاني تربيع. الآن لمسح هذه القيم هنا لإكمال ما بدأنا به عند قانون السرعة 2، نجد أن عين 1 تربيع تساوي 0 زائد 2×التسارع أوجدناه 3.5×10^15، والمسافة هي عبارة عن 2% وتساوي قيمة الصفر نهملها 2×3.5×2% هي عبارة عن 14×10^13 متر لكل ثانية بعد حساب القيم. إذن هذه سرعة الإلكترون، أوجدنا إذن عين تربيع تساوي 14×10^3 متر لكل ثانية. لإيجاد عين 2 نضعها تحت الجذر للتخلص من التربيع،
فنجد أنها 11.83 ضرب 10^6 متر لكل ثانية، وهذه هي سرعة الإلكترون بعد قطعه مسافة أفقية مقدارها 2 سنتي.